السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وتحية طيبة للجميع. في هذا الفيديو أتعرف معكم كيفية قراءة الرسائل المحذوفة سواء كانت على تطبيقات الواتساب أو الفيسبوك ماسنجر أو حتى التليجرام. كل ما عليكم فعله هو اتباع التعليمات، لا داعي لتنزيل أو تنصيب أي برامج أخرى. كل ما عليك فعله هو نذهب إلى الضبط، ثم نضغط على خيار الإشعارات، ثم نضغط أيضا على الإشعارات المتقدمة، ثم نضغط على سجل الإشعارات أو Notification History يكون على وضع Off أو وضع إلغاء، نقوم بتفعيله على وضع On ثم نقوم بتجربة هذه الميديا. أنا لدي 2 واتساب على نفس الجهاز، واتساب ماسنجر وواتساب بيزنس. سأقوم الآن بالإرسال إلى الواتساب الآخر، ثم سأقوم بمسح الرسالة لأتعرف معكم هل سأستطيع قراءتها أم لا. كما رأيتم هنا الرسالة تم مسحها، لكن عند الذهاب إلى الضبط ثم إلى الإشعارات ثم الإشعارات المتقدمة ثم سجل الإشعارات سأرى أن هناك إشعاران، نضغط عليهم. الأولى هو الرسالة التي تم مسحها، والرسالة الثانية هي الرسالة ما قبل المسح. بإمكانكم تجريب هذه الميزة أيضا، تعمل على الواتساب والماسنجر، فيسبوك ماسنجر وحتى على التليجرام، لكن هذه الميزة تبقى حوالي نصف ساعة أو أقل من ذلك بسبب تحديث سجل الإشعارات بشكل تلقائي من الجهاز. شكرا لكم على المتابعة، أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم قدر الإمكان، والسلام عليكم ورحمة الله.